تعرف مين كمان اللي كان متألق قوي النهارده؟ ميدو جابر. ميدو جابر عمل مباراه كبيره النهارده. ودي على فكره ميزه في الكابتن احمد سامي. هقول لك على حاجه حلوه قوي انا بشوفها في الكابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي خد مصطفى فتحي من الزمالك ميت فوقه فنيا. فنيا انا اسف لا لا ولا يهمك بس هي كده بالفعل. طبعا ميت فنيا. خلى مصطفى فتحي رجع تاني الزمالك وبقوه والتعاون وانديه مصر كلها بتتكلم عليه. صح. كابتن احمد سامي بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيب كويس جدا اللي بيه يقدر يرجعه. ليه بقول الكلام ده؟ عشان ميدو جابر. ميدو جاب محمد ابراهيم قبليه. صح. فانت شوف اللعيبه اللي ممكن تبقى ايه مستواها مهتز واديها لواحد زي الكابتن احمد سامي. لا بيخلي الشكل والمنظر بتاع اللعيب في حته تاني خالص. هيل. نفسيا معنويا كورته حلوه جدا. امتى بيعرف يقفل مساحات ويدافع كويس وامتى بيعرف يهاجم امتى بيعرف يعمل تحولات هجوميه عنده كتير جدا من المميزات.